السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه المقابلة التي تجمع ألمان بلو و اف سي بازل. الآن المقابلة تنطلق على الكرة، لاحظوا التمريرة هنا، سوف نربح إن شاء الله هذه المقابلة. الأسيست ناجح، شوفوني التوزيع الرأسية وضعت كما لم أقل لكم من قبل. أنا ألعب بألمان بلو في مواجهة اف سي بازل. خطأ، يلعب الكرة الآن، يوزع هنا. أعطوني الكرة، سير على بركة الله. ذهبت الكرة، شوفوا الخصم كيف يلعب، شوفوا يوزع، إنه هادئ ولكن سوف أفعل عليهم الريمونتادا. الكرة الآن، سير، خذ الكرة أنت، سير. أنا بلطجي نوعا ما في اللعب ولكن سوف أربح، المهم أن نصل إلى المرمى أكثر عدد ممكن من المرات لكي نضعف الحدود. الحدود، الكرة، ضعت الهدف، الهدف الأول، كنت متأكد أنني سوف أسجل. يا سلام يا سادة، يا سلام، سجلت الهدف الأول. العبوا اف سي بازل 1893، تم إنشاء هذا الفريق في 1893 يا سادة. الآن الكرة عند تروكش، أي ساتر، يوزع، يعطي الكرة تضيع، سوف يوزع، لا، قد مرر وضعت منهم الكرة. هاك الكرة، أملك الكرة الآن، أعطاه باص إلى الأمام، ما الله، خطأ يا سيدي الحكم، ألا ترى، ألا تنظر الخطأ، إنه الخطأ الآن، سير، سير يا سيدي، سير، أعطيني هنا الكرة، أعطيني. تابعوا المقابلة، من سوف يربح في النهاية؟ الكرة جميلة يا سادة، شوفوا المقابلة حلوة، الكرة وسط الميدان، التمرين هنا، أتصدع مني مجددا. الخصم يذهب الكرة بامتياز، لا يتسرعون في اتخاذ الهجمات، التضييع، وضغط عالي على حامل الكرة، امشي، والخطأ، الحكم يوندر، صاحب القميص 25، سوف نضغط على ستارت، نريد أن نلعب فقط. فيرناندينيو يتلقى البطاقة الصفراء الآن، يا سلام عليك، تمشي الكرة وخطأ، الحكم يعطيني الخطأ، ضربة حرة مباشرة من وسط الميدان، التمريرة، سوف نتسلل من الجانب هنا، سوف أوزع، الله 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 الله، ضيعت هدف في المتناول يا سادة، ليش؟ لن نستسلم، سوف نهاجم إلى آخر دقيقة، الكرة وسط الميدان، التمرير هنا، سير يرحم والديك، سير. كأس العالم ينادي، كأس العالم للأندية،
سيريا قرى، سيريا قرى. الحكم يعطيهم ضربة حرة مباشرة والخطأ، ينذرني الحكم. لا يا سيدي الحكم، لا تعطيني صفراء. ليش ليش يا سيدي الحكم؟ ليش هذا شعره ملتصق برقبته؟ والزعون، سوف نحاول الهجمة إلى الطرف الآخر. يمشي فراغات في وسط الميدان، إنهم يدافعون الآن. يمشي الكرة، سير يرحم والديك يرحم باباك، سير سير. الله، ضاعت الكرة مجددا، ضاعت الكرة في وسط الميدان. لا تحليلات ولا تعليقات، سير وزع. تضيع الكرة، لا لن تمر. ذهبت الكرة، وزع، سير سير يرحم والديك، ادخل ادخل سدد. الحارس في المرصاد لهات الكرة، كانت ضعيفة نوعا ما وغير مركزة في الزاوية 90، ولن يجبدها الحارس. يمشي، سير، يدورون الكرة. الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم المان بلو 1-0. نحن هنا نلعب بالمان بلو للتذكير فقط. والحكم يعطي انطلاقة الشوط الثاني، والكرة في حوزة ال اف سي باسل. سير سير مع بداية المباراة، الشوط الثاني يعني الهجمة. لا، الله، ضربة جزاء. هل هي ضربة جزاء؟ لا لا أعتقد. على الكرة 5 متر و50 إلى وسط الميدان. نعم، يمشي إف سي باسل، أقطع الكرة هنا. سير سير، لا، كان علي أن أتقدم بالكرة لكي التسلل. التسلل واضح، رشوة من التسلل. سيريا كرة، سير يرحم والديك، سير يرحم باباك. مرر الكرة أيها الطماع، سير هنا، سير لمن؟ لمن؟ في الجانب، على الجناح، كادت أن تخرج الكرة. سير، تضيع الكرة مجددا، وخطأ، أظنها بطاقة صفراء، الصفراء قادمة لا محالة. لا، أين الصفراء لبروكين؟ أمشي الكرة هنا، هذا الخصم عنيد يا سادة، إنه العناد بأم أعيني، ولكنني لن أستسلم، سوف أهاجم كما قلت إلى آخر دقيقة. سير يا كرة، سير وسط الميدان، سير. الله، لو أمسكها لكان كلام آخر. سير يا كرة، أوه، هذا اللاعب، هذا اللاعب المغوار. فلت، يمشي كرة، وزع تمريرة. الله الله الله، التسلل، لم يكن هناك تسلل ولا تسلل. الحارس يوزع الكرة مجددا. سيريا كرة، سيريا كرة، لا لا، لن تمر، أصلا لن تمر. هنا دفاع صلب مثل الحجر، الصلابة الدفاعية هنا، تظهر للجمهور العيان، أسيست رائع. الله، الحارس، الحارس ينقذ الموقف في آخر الثواني. لا، ضربة حرة مباشرة
وبطاقة صفراء. البطاقة الصفراء يا سادة هجمة خطيرة، كرة خطيرة يوزع لكن تضيع هنا. لا زالت الكرة الهجمة، كونتر اتاك، هجمة مرتدة، يمشي ويقطع الكرة. اف سي بازل لن ينفعك حتى يرجع التعادل ويرجع المقابلة كما كانت. شوف شوف يا إلهي، شوف الصلابة، شوف الأسيست، شوف الكرة، شوف التوزيعة، شوف شوف هنا تمشي الكرة، الكرة في المتناول الآن، سير يا كرة سوف نقطعها هنا. الأسيست جميل، سير يا كرة، الله عليك الرأسية والحارس، الحارس كارفانو كارافا كارافي كارافا، لا أحفظ الأسماء للأمانة، أعرف فقط يا شباك. يا حكم كان عليك أن الكرة خرجت إلى التماس، رمي التماس تضيع، كان علينا أن نهزم هذا الخصم العنيد بأكثر من واحد. شوف الكرة، استمتعوا يا سادة يا سادة، إنه البلان، سير يرحم باباك، لا تقل لي ضربة جزاء، إنها الركنية، أعطيه من لا 5 متر و50. الحارس، الكرة، علينا أن نضيع القليل من الوقت، نحن الآن متفوقين بهدف مقابل لا شيء. إذا ضاعت الكرة لا نريد تضييع الكرات هنا بعناد وشراسة. شوفوني يا سادة، شوفوني أتفوق في هذه المباراة، سير سير، يمشي الكرة، لا دفاع صلب، الحارس يوزع الكرة إلى وسط الميدان، تمشي الكرة هنا، سير يا كرة، يقطع الكرة، لا سير سير يا سادة، امشي يا كرة، الكرة على الكرة تتدحرج في وسط الميدان فقط، هنا الصلابة الدفاعية، كل اللاعبين مرتكزين في وسط الميدان، امشوا على مهل، سوف نصطاد في الماء العكر. إذا بقيت الأمر على هذه الحالة والحكم يا سادة يعلن عن نهاية المقابلة، هنيئا لنا لقد فزنا بالمقابلة 1-0، وإلى اللقاء.